عفوا الدحيل الذي يسعى لاستنزاف الصدارة من السكرة في الجهات اليمنى. أرضية في منطقة الجزاء، هدف أول، هدف أول يأتي في اللقطة الماضية بدمسة عن طريق القائد يوسف المساكري، يضع الكرة مبكرا جدا وفي الدقيقة الثامنة يسجل ويصنع الفارق بعد عرضية مثالية جدا بداها في الجهة اليمنى، وصلت بعد ذلك إلى نعم، إلى المعز، إلى إسماعيل. يا الله عليك يا يوسف، الله عليك يا يوسف، بلمسة واحدة فقط يستغل الصناعة المميزة ويضع كرة في مرمى سفيان ويعلن عن التقدم ويستعيد الصدارة سبع دقائق فقط وقبلها يعود الإبداع على أهداف كلها ملعوبة من مجال الصد الفرنسية. القائد الكابيتانو النمس يظهر من جديد، يضرب المساكري، ثاني أهداف في مباراة اليوم، ثامن أهداف في الدوري، الصناعة في هذه المرة من مراد، عرضية بالمتر على رأس النمس، 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 يسجل. الله عليك، الله عليك يا يوسف المساكري، هدف سادس للأخوية، هدف سادس لدحيل، 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 6-2، 6-2، يظهر كل الشغل.